أهلا بكم من جديد. تحاصر قوات الأمن الآن مركز تكوين العلماء الذي يرأسه محمد الحسن ولد الددو المحسوب على التيار الإسلامي، وطوقت الشرطة الشوارع المؤدية إلى المركز ومنعت الدخول إلى المقر. ويأتي هذا الإجراء الذي ترجح مصادر عليمة أن يكون مقدمة لسحب الترخيص من المعهد وإغلاقه بعد هجوم عنيف شنه الرئيس الموريتاني على تيار الإسلام السياسي في موريتانيا الذي يمثله حزب تواصل، واتهمه بالتطرف والمتاجرة بالدين وبتكفير من لا ينتمي إلى الحزب. ويأتي كذلك بعد هجوم عنيف شنه ولد الددو في خطبة الجمعة ردا على تصريحات الرئيس، حمل فيها الزعماء العرب مسؤولية الدمار الذي لحق بدول ما يعرف بالربيع العربي، وأكد عدم ضلوع حركات الإسلام السياسي في الأوضاع التي آلت إليها الدول العربية.